هنا تولي نقطة استفهام. أنا المهم أنا نطرح السؤال لخالد نزار، نقول له لماذا أقلت من منصبك ورحت للتقاعد؟ هذا من باب وكيفاش حسن ثاني ساوم بيا الصحراء الغربية ومن بعد ما عطاو له والو وعطاني مدني ليهم، يعني ما عطاو له والو؟ أنا نستبعد باللي ما كاين والو. والأمر الآخر يعني نزيد نكمل لك في مسألة خالد نزار، إذا كان هو أحيل للتقاعد في سنة 1995 في قضية سركاجي، واش جابوا لسركاجي وهددني بالسلاح وقال لي لو كان يموت قوم عرافين وقلت لك؟ واش جابوا لذب؟ هذا الشيء اللي حنايا أنا كجزائري مازال ما فهمتوش، إنسان يحال على التقاعد ومن بعد يبقى يحكم. إذا كان أحيل على التقاعد حتى المدراء تاع الشركات يبقوا يحكموا في الشركات، جل يحالون على التقاعد. جل عندك الثمة للسركاجي؟ جال سركاجي دخل السركاجي وهددني بالقتل، وعباس غزيل هدد عبد القادر حشاني وكسر له النظارات نتاعو وأمرنا حاولوا اللحية.